مس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد او الموسم الجديد اللي عارضوا عليها الكلام. انا بالي بلي توحشتونا. موسم جديد ولي كونديدا من كل جهه. وهذا الاسبوع رانا في شرق الجزائر وعندنا موعد في اكبر مدينه في ولايه سطيف. هذا الاسبوع رانا في العلمه اللي معروفه بتاريخها سونز اوبلي الطبيعه الخلابه ناسها الطيبين سونز اوبلي الاطباق الوعره. مرحبا بكم في عارضوا عليها الكلام وهذا الأسبوع في العلمة. شكون من طارق نسيم زهير حمزة واحد فيهم راح يكون الفائز هذا الأسبوع عند من راح تكون عارضة وعليها الكلام. واليوم أخيرا نحن عرفوا شكون هو الفائز هذا الأسبوع. اليوم لا فينالة. أول كونديدا تاع هذا الأسبوع كان طارق. جست بيا مع طارق الحقة. الأول توجور جوز بيا. ندير لكم ميني شباب اللي قبل مقام ضيافة تاوعنا. عندنا لونطري اليوم لا كريم فوراي اللي احتجت كاس حليب. 4 لتر 250 سنتيلتر. تاعنا. وجدنا لاسوب تاعنا نروحوا للدوزيام بلا اللي هو درنا لهم اليوم ان شاء الله درنا لهم روتيفو بلي جيم صوتي درنا معاه لي جيم صوتي لو بلا برينسيبال خفيف على واش كنا نستناو روتي دفو مع ماتري جيمز لي ليغوم صوتي درنا فيها لا بوم درنا فيها لوبيا خضراء دوكا سي بون بعد ما كملنا ديسير تاعنا الميني تاعي راه واجد ما بقى لي والو بقى لي غير نروح نكمل نوجد الطابله الضيف تاعي راه موجدين باللحم فيلي تاع العجل قتلتنا بالفيلي يا خويا مونغاري واسني ما عندوش حمزه واش رايك في الفيلي دفو طبق الرئيسي ثاني مليح مع الفيلي مع الخضر اللي دارهم ثاني ما شاء الله تبارك الله اعطيه الصحه ان شاء الله سارق نسيم ما عطيتناش رايك في البلا بلاني قاعد نسبن قبل نسبن وذوق وذوق يعني حاجه قدام حاجه نسيم الفيستا ما حبش ينحيها ويعشق في الطبيعه واش رايك في الطبق الرئيسي الخضره اللي كانت معاه خضره طبيعيه طيبه صحيا هايله مهما الديكور كي الديكور الطبسي جابه شويه دخليته في الكوشه استقرا الوقت طيبوا ديروا صوتي طيبوا صوتي في طنجره يطيبوها حوالي ساعه كي طيب تعاود تنحيه تخليه يبرد شويه تطرونشيه وتروحوا في الفرن واحد 20 مينيت 22 مينيت ماكسيموم كي تطرونشيه في الفرن تعاود دير له جي دروطي تاعو هذاك من الفوق دير له شويه زبده باه يتنحل هذيك باه شغل يجي حمر مليح يجي الكولير تاعو مليح ويطيب يجيب شويه ما يجيش طري بس كذا هو الشارم تاعو كيجي شويه زهير الحم جاه عاصي الطبق الرئيسي در ستيك وجنينه شويه شوي شوي قاسي مع الحواشي هكذا شويه بداك مي هو طيب مليح لاباس الخضره جات مفوره باهيه مليحه شابه يعني تبارك الله هذيك الصحه شوف تاعك الطياب تاعو شو بعينك طيب زبده طيب مدير طيب مدير ربي يبارك لقيم بوم شوف لقيم خلينا نسمي عطينا رايهم ربي يبارك 10/10 طبق رئيسي جا شوية نشف كي طاف الكوشة جا شوية نشف موكا انتم كملوني حسب اللي مزلتكم حاجة حلوة نجيب لكم تحطيش تحطيش الله يعجبكم عشك بارك الله فيك لا بروميير نوت نسيم العلامه نعطيها له انايا 8.5/10 8.5 ديك الصحه نسيم لا دوزيام نوت زهير العرض تاع اليوم يعني للشيف طارق نمدلو 8/10 8 8 نقاط من عند زهير حمزه نعطيه 10 يستاهلها 10 نقاط راهو بان الفائز تاع هذا الاسبوع ماله نوتخ دوزيام كونديدا تاع الاسبوع كان نسيم فور نسيم فور جاينا اليوم جماعه
شيفان كوازنا من مدينة العلمة. سبحان الله، أول مرة نشوف واحد يطيب الشخشوخة بقمجة تاع مناسبات. بالدجاج درنا معها حمص، لفت سعيدي، لفت عادي، جريوات، شخشوخة، نحطها في طبسية في صحن التقديم. إيه نسيم هو مع الدريساج. سعد الدريساج تاع طعام نسيم. جادوغ لا كوسكوس. أنا درناها التحلية تاعنا بالرمان. ما كاش ديسير سامبل كيما تاع اليوم. أنا والله راه عجبني الديسير. نسيم لا ريسيت. وي. درنا رمان رقدناه في مزهر. لا يورت. بيت يتشمخ. طلعنا له كريم شانتي. ديكورنا شوية تشينا. وهذه هي التحلية تاعنا. يا الله بسم الله. كاع كانوا يستناو لو بلا برينسيبال. شخشوخة واش نحكي لك؟ سونج اوبلي الدجاج. وما كان ني دغيساج ني والو. وليمة وعليها الكلام. بصحتكم. هو سبيسياليتي تاعو شخشوخة. الحرب جات ناقصة شوية. معليش. باش نقص شوية حار نسيم. لازم الحار في البرد نسيم. نسيم كيف يخدم الشخشوخة؟ الشخشوخة هذي داويتها بالدواوات. واش من شخشوخة هذي؟ واش من شخشوخة هذي قبل؟ هذي شخشوخة تاع صنوبر. شخشوخة سطايفية مسيدية. شخشوخة هذي سطايفية. داويتها شوية ب كزبر وفلفل الحمار الحلو والحار بصلة. زهير بدا يتحول له. واش رايك زهير؟ شخشوخة مليحة مي زايدة شوية دواوات. كي تاكل تلقى ريحة الدواوات هذيك لي زيبيس تشمهم تلقاهم بزاف. والشخشوخة تحب الدجاج. قليتهم مليح وليت فوت البربوشة وحدها. الأول مرة حمزة ما تعجبوش حاجة. سبحان الله. نقصة شوية دهان ونقصة شوية حار. خضرة فوق الشخشوخة مليحة طيبة مليح. حمص ثاني الله يبارك طيب. تفار عادي تفار الأولى بشوية زيت. نسيم راهو يعطي لهم في لاغوسيت. وهما ما يسمعوا فيه شو راهو يحكي لهم حكاية. الله صح سبحان الله. تحللها بالماء والزبدة وزيت عاود. طارق. واش رايك فيها؟ هي فيها شويه نقائص بصح ما عليهاش يعني بور لو مومون. ناقصه شويه حراره يعني حنا لهنا صيف لازم الشخشوخه تجي حاره بزاف. هي جات شويه ناقصه حراره مي مقبوله على كل حال مقبوله ما شاء الله. هذا هو الدجاج طيبته مع الشخشوخه. هذا هو الدجاج طيبته مع الشخشوخه. فيها وعليها بصح البولي يقدر يصوفيها. طيب برما بسم الله. طيب لما في لاصوص تاع الشخشوخه. طيب لاصوص تاع الشخشوخه ومن بعد وديت قليته درته في الكوشه. طيبته في الكوشه. على الله يبارك. مارينيتو قبل ولا طيبته وقتها؟ ها؟ مارينيتو ولا صوص ولا شي حاجه ولا ما طيبته والو. شويه شيدار وشويه ملح وحطيته في الكوشه. لا بروميير نوت زهير. ربي يجيب الخير. الارض تاع اليوم مدلو 6 ونص. 6 ونص. عطالو اور دو بوينت. لا دوزيام نوت طارق. نعطي 7 نقاط. 7 نقاط من عند طارق. اي انفان حمزه. حمزه عجبو كلش. بين 10 نعطي له 7 سور 10. 7 ياك عجبو كلش. ماني فاهم والو. زهير هو كان نوتر ثوازيام كانديدا. والله غير الوصفات الصحيه. لونطري مع الشيف زهير راح تكون اون سوب. واش من السوب؟ ومن بعد يقول لنا جو زروديه اللي هي الجزر المفيده. نحتاجو جريوات. بعد ما خلصنا لاسوب تاعنا بعد ما طابت ميكسيناها درناها. هاي تبان بنينة لاسوبة. ما سنيناش بوريايا. وروحو نسربيوها. دوكا رانا خلصنا ديك رانا مع الدوزيام بلا. رانا مع لاصوص تاع الدوزيام بلا اللي الطبق الرئيسي. رانا مع الشامبينيون هذاك درنا الشامبينيون. درنا له شوية زبدة حمرناه. خدمناه شوية. زيدوا له دوكا شويه حليب رامي. دريساج تاعنا هي كي عاد سخونه تتحلو هذيك. مي نضيف فيها الله يبارك مغافسيني لازم لي ناكسي بيه قد ما نقدر.
هذه دوزيام بلان نزيد نوجدوا الاخرين من بعد نروحوا معليش ومن بعد نعرفوا واش رايهم يا شيف الله يبارك الله يبارك لو بلا برينسيبال اللي واحد ما فهمو ما فهمش شغل بولي فارسي بالكاشيره بصح هو قالنا لي فولوفون وقال لي فولوفون تاع الهند هكذا جاي واش درت لنا هذا صغير هذا درنا لي فولوفون شنو لي فولوفون مع لاصوص تاعو لاصوص تاعو عند بيشاميل شامبينيون تقليها في الزبده تتقلى مليح من بعد درلها شوي فرماج طارق واش رايك في البلا برينسيبال بولي فارسي طيب مليح و مارينه مليح شي دجاج زايد شويه برك في الحراره اللي قدرت تطغى على الكو تاع لاصو شامبيون شامبينيون قال لي مليح الله يبارك مخدومه بيان وهذه زروديه طيب مع البوليفون في الفور تديريها في الفور ديرها معها دوك نشوفوا الذوق ونعطيو كريم ذوقوا شوف ذوق باهي ربي يبارك ودبا فيها كندير هنا ماشي بيس الدجاج البوليفون الدجاج راه مارينيتو ب شويه بلا مطارد شويه كمون شويه فلفل حمار شويه فلفل كحل شويه كزبر ومارينيتو بيان خلطتو وخليتو تعطر شويه واحد 10 مينيت نسيم عجبو البلا برينسيبال ديكور تاعها باهي لاصوص فيه مسميتها جات باهيه الخضره كانت ثاني باهيه الله يبارك الدجاج طيب معليش زايدين شويه دواوات فلفل الحار كاين زايد شويه عليهم كنتو بيان بعد حطيت له فرماج حطيت له كاشير تاعو حطيت له الروز ومارينج ودورته وحطيته في الفرن خوش ربي يبارك قد ايه يتحمر الزويره هذاك اللي يتحمر يحكم ساعتين غير ربع طيب وقبل ما تحمر والله تحمروا طول تحمروا ديرك تروليه تخليه يشرب الدواوات تاعو ما تحطه في الفرن طول يشرب الدواوات تاعو سما يبات ماشي يبات لا بروميير نوت حمزه نعطيه 9 9 نقاط لا دوزيام نوت نسيم العرضه تاع اليوم نعطي له 6 على 10 نسيم والله الواحد ما كان يستنى هاد السته اي اونفان طارق العرضه تاع اليوم نعطيه 7.5 7.5 وكما شفتوا البارح حمزة هو اللي كان نوتخ ديرني كونديدا تاع هذا الأسبوع حمزة الفنان ورا نستناو في الضياف تاعنا يجيو مرحبا بهم ان شاء الله وربي يعجب ان شاء الله المين ان شاء الله لونطري مع شاف حمزة راح تكون اون سوب اوليغو اسبوع السوبا هذيك هي مع البرد اللي فيها زروديه ان شاء الله هذه لا سوب دي جيم وعندنا اللفت بلا ما تضيع الوقت حمزه بدا يقلي في البوراك والدوك ما على بالناش واش فيه البوراك ومن بعدها نروح ندرسيو الطبسي تاعنا ان شاء الله بسم الله البوراك هذا يبان قريوش وهنا حمزه راح يدير حاجه اللي واحد ما كان يستنى فيها واش هو يدير شغل هاوي ديسيني خدمها شغل السوبا تاع سبيدرمان والله صح سبحان الله وميلة شوية للميلفاي وراك طابلنا طفي واديه دكا حضرت الديسير تاعي سيبون دكا ما علينا دكا ان شاء الله نستناو غردية في جيونا ان شاء الله با 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 الطبسي هذا كاع لي فروي والباتيسري الداخل ولي كولور وشنو مازلنا في حكاية الكيوي به بقشورو ممكن فيه فوائد لي ستومايكي يسهلك فاني شيكولا والفريز الحمد لله دوكا ما عليا دوكا غير نستقبل ضيافي مرحبا بهم وبعد جبت البطاطا البطاطا سامحني جبت البطاطا قشرتها قطعتها رونديري قليتها فرشتها في البلاطو ومن بعدها فرشت شي فلور خدمت له لاصوص تاعو صوص بيشاميل طارق واش رايك في الطبق الرئيسي ما شاء الله يعني طبق ما شاء الله غراتان ما شاء الله طيبه فيها ذوق يعني ذوق مليح بزاف ما يخليكش تحس يعني بالذوق تاع شوفلير غراتان شوفلير بصح الكريم اللي دارها وفيونداشي طيبها مليح وزاد استعمل فيها البطاطا جات ما شاء الله يعني يعطيه الصحه السلطه تاعنا
سلطه ديني ما شاء الله يعطيك الصحه. سلطه حمزه سلطه حمزه ما تسقسيش عليه. سلطه هابط في الدروج درجه بدرجه فوق وهذا وجايين هابطين. نفس السلطه تاع ما زدت نصاش الخيار. السلطه تاعو كانت باهيه وديكوريا بيان بالدرجات بالطبقه بالذي كانت يعني حلوه بزاف بزاف مليحه بزاف. نفس السلطه تاع حمزه واش يعجبني فيها؟ يعجبني فيها الشيبسه برك تاع البطاطا. نعم زيتين زيت. مام ديكوريا يعطيك الصحه. طارق لاماسيدوان. لاماسيدوان خدمها مليح دار فيها استعمل فيها يعني بزاف حوايج يعني ودارها ديكور ما شاء الله ديساج تاعو ما شاء الله يعطيه الصحة. الله يبارك الشاب حمزة يعطيه الصحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قاعدة وليها الكلام ربي يحفظك إن شاء الله. شيف الطبق الرئيسي ما عندنا ما نقولوا عليه بنا ديكور كلش والديسير ما عندي ما نحكي لك بلا ما نضيعوا الوقت هيا نروحوا نشوفوا الديسير. لا بروميير نوت نسيم العظة تاع اليوم نعطي له 9 9 دوزيام نوت زهير العرضه تاع اليوم يعني مع الشيف حمزه نبدلو يستاهل 9.5 او 9.5 اي اونفان طارق نعطيه 8 على 10 8 نقاط اونفان كيما كاع راكم تسناو شويه هكذا راح نعرفوا شكون هو الفائز وقيل نسيم. بون السلام عليكم دوكا كملنا الحلقه الاخرى من برنامج عرضه وعليها الكلام بعد ما فوتنا العرضه تاعنا كامل كنا الله يبارك عقبناها ما شاء الله الله يبارك شويه اكسبيرينس مع بعضنا دوكا احكيوا لنا كل واحد الضغط اللي كان فيه الاستريس اللي كان فيه الحاجه اللي كان خايف منها بداونا بنسي ما حكينا شي الحاجه اللي كانت مخوفاتك شي الحاجه اللي كانت مديرت لك شوي ازعاج هكذا حاجه الضغط شويه بريسيون سيرتو مع الكاميرا ما جاتني شوية مع البداية شوية تاع الزربة ذيك الوقت ما جاتنا على غفلة وش هي الإحساس تاعك بعد ما الإحساس تاعي كان شوية خايف ما ركزت شوية مع كما نقولوا حنايا بالعامية مع المرميطة ما التركيز ما مرميطه ما ركزتش انا هكذاك صرات لي ضغط اول خطره ثاني ضغط سهله ضغطي رابيليسيون شنو نقول لك خويا ايش نقول لك الله نرجع حمزه جاتني بك فيد ما قلت ما نعلق حوايج والله ندير منا الديسير من الناس شغل جاتني كل على بعضها في دقيقه واحده الله يبارك بصح هذه البدايه ومازال ان شاء الله الحاجه اللي بداو زينا شويه خبره وانت عندك خبره هكذا هي الحاجه اللي جات كيما نقولها في وقت مليح لينا اكل نحن وقت مليح درنا شفنا تنوع يعني بين لي بلاطي وحمزه وثاني سي ام بي انا تاع زهير كاين شويه تنوع كل هذا يهز من عند هذا هكذا هربنا شويه من تقليدي حبينا نبدلوا شويه من تقليدي بربوشه وطعام وامورات هيك حبينا نخرجوا شويه خلينا شخشوخه نسيب السبيسياليتي تاعو الحمد لله كي خرجنا شويه كما حبينا نبدلوا شويه في الجو باه كيما نقولها تبان يعني ما تبقاش غير شخشوخه طعام مع زهير لابريسيون اللي دارها لنا زهير اكثر من لابريسيون تاع الحس اكثر من لابريسيون تاع الطبخ اكثر من كلش ما خليتنا لان اليوم ما تقدرش تهضرطون لي بيل كل خلصوا من زهير خلصتنا ونشكروا ثاني الحصه تاع عرضه وعليها الكلام ثاني بارك الله فيهم اللي لمتنا يعني في العمال تاعهم كيما راهم يعني بارك الله ودرنا واد الجو هكذا واد الحاجه مليحه باهيه الله يبارك فيهم الحمد لله ان شاء الله ربي يقدرهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ويعطيهم صحتهم ان شاء الله الحمد لله كيما يقول لك كل ملح الدار كلينا من بعضنا دوك حزنا كيما قلت علقنا بعضنا دخلنا شفنا كله شفنا اذواق تختلف من شيف لشيف شفنا زهير كيف يخدم حمزه كيف نسيم انا كاين اختلافات بين اذواق كل واحد توابل تاعو كل واحد طريق الدريساج تاعو كل واحد طريق التقديم تاعو كل واحد هذه حاجه مليحه علينا حنايا كما نقولوا الحمد لله طبسي وش حاجه ما عندك كسرته كسرناه ما كل سوسي نسيم البرمط طبزت له كاين الحمقى بك قلقت من كيعد لبعضهم
هكذا لا بروشين يعود عندك يعود عندك خبره فيها. تولي الوقت ما يخلعكش، تولي تقدر في وقت صغير تخدم راه حوايج خمسه في وقت صغير. وقت فات الوعد كان شويه بصح هكذا بان الوعد. ديري ناقصين خبره في جامي درنا يعني في تلفزيون ولا جامي جابنا كاميرا وخدمنا هكذا يعني ولا الحمد لله دوك شويه بشويه درجه بدرجه الواحد يولي. اول فتره ودرنا ودرنا الحوايج هذو تما رانا لاباس واش الحمد لله رانا مدايرين. كيف فتنا الحاجز تاع الوقت قليل وكاميرا اول مره شني حاجه الوحده الحمد لله قعدنا مؤمنين في بعض يا قصه احنا بكري في ربع مع بعض وزدنا ربع مع بعض دوك احنا ما عندناش رابح بيناتنا لا ما كاينش واحد يربح انا كل رابحين يربح نسيم ولا حمزه ولا طارق ولا ناس كلنا رابحين كلنا رابحين وكل ما كاينش يعني ربي يوفقنا ويعطينا الصحه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شي اللي قدرنا عليه نديروه ان شاء الله ان شاء الله يا وشي الواحد كيما نقولوا هكذا كي يلحق الواحد وقات كيما يتفكر الناس خدمنا والناس تعلمنا معاهم الناس تعلمونا الناس يعطيك الصحه ونشكروا اللي علمونا ثاني نشكرهم ثاني يعطيهم الصحه ثاني فهمت كل مشهومه مانيش هنا هكذا انا وحنا غير نعلموا اللي راهم جايين معنا بالمناسبه حمزه ما دامنا احنا وكرنا من المؤمنين هنا هذه حاجه نركزوا عليها تسمى درت هضرنا عليها قبل باه تسمى حبيت كيما نقولوا اي واحد يفسح مجال ناس اخرين تتعلم ما نحكموش ميتي هذا موش تاعنا انا موش تاعك تاع موش تاعك تاع موش تاعك تاع حسين وعبد الله ما كانش هذه ما كانش سر حمزه علمنا زعرور برك زعرور كل ياكل بربي ان شاء الله هاني جميع من يخدم متربص ستاجير ما يبخلش يعطيه من قلبه ويعطيه حقه مش غير تعطيه هكذاك بريسك هذه كيما نقول الخبز هذه الطبخ هذا راه مهنه كيما نقولها مهنه الاجدود مهنه شريفه كي تعلم واحد راه تبقى تخدم عليك الحرفه هذيك حياتك كومبلي الحمد لله الناس علمونا كامل علمونا والاخر يعلمونا والاخر يعلمونا الحمد لله اللي نعلموا مش نستخسر به الحمد لله يعني هي مهنه كيما علمونا نعلموا يا طيب صح احنا مازلنا نتعلموا فهمتوا احنا ثاني مازلنا نتعلموا لا مازلنا نتعلموا هذا هو الطبخ هذا هو الطبخ هذا هو كما نقولوا احنا حر وشنو الطبخ حر وقد ما قليل قليل يعوم به مش مهنه طبخ فن مش مهنه فن ما عندوش حدود مهنه عندها مجال معين فن ما عندوش حدود طبخ راك في فن ما عندك حتى حدود قد ما تعلم راك تبقى في نفس البلاصه تجور تبقى طول تتعلم وتطور في نفسك احنا ان شاء الله نكونوا يعني العرض تاعنا كل في المستوى ان شاء الله نكونوا قدمنا يعني صوره مليحه على الولايه تاعنا نكون يعني الولايه تاعنا باه كيما نعرفوا تقاليد تاعنا نشوفوا بلايص واحد اخرين بلايص اخرين يشوفونا هذا هو الهدف تاعنا احنا الهدف تاعنا شاركنا بين الولايه تاعنا واش فيها واش ما فيها حبينا نعيشوا لومبيونس هذيك اجواء مع بعض انا كفر انا نرحبوا هنا ناس العلم كفر العلم نستر معايا الضيف يجي ويكرموه الضيف هو تاج الراس عندنا بالعلم الضيف هو تاج الراس كيما هذه حصه شروق الحمد لله فسحت لنا مجال بها الناس تشوفنا الناس تعرفنا حصه هذه فسحت مجال للناس بها الناس كل تعطيك مجال بها تبين قدراتك بها تبين روحك هي الهدف تاعنا اللي جينا عليه احنا والهدف تاع الحصه هي تعريف بالطهاة الجزائريين في جميع مستوى الوطن يعني حصه ما شاء الله ما شاء الله فتحت لنا مجال اللي خلاتنا يعني بينا الحمد لله الحمد لله مهارتنا بينا تارق وبزيادة ثاني عطاتنا شهادة اللايف هي تاتي هي تارق شوف لنا ثاني تشوفها تارق شوف لي تارق هي تاتي هذيك تاع صاحبي مسميني انا انا التالي انا الله يسلمك هذه الله يبارك فيك يا عيال زهرت نسام ما كتبوكش على بالك لا وانا وانا انا لازم نروح زهره وغطوا فيه اسمه شوف الله يبارك الكاميرا ليه زاد تعطينا شهادات الله يبارك لومبيونس عطاتنا عائله قلبتنا عائله واحده تخليك تعيش اجواء ما شاء الله فتحت لنا المجال فتحت المجال يعني الناس بزاف احنا ان شاء الله تكون هذه فتحه خير علينا وان شاء الله الحصه هذه تدوم لاعلى مستوى ان شاء الله تلهى اعلى مستوى للناس كل ان شاء الله ان شاء الله اللي ما شافوهمش يشوفوهم ان شاء الله كل الشباب يدير فيها كل الطهات يديروا فيها يعني دوكا وصلنا للصح دوكا نشوفوا شكون اللي راهو فايز في الحصه شوفوا تراش الورقه اللي راهو فايز بصح سيدي زوج لهنايا في الكاس انا كاينين زوج ورقك
يا درا شكون نديرو هذا زوج فايزين زوج فايزين سما سما نديرو القرعه سما نديرو فيها القرعه كرنا فايزين نديرو قرعه شكون حبس نغمض بها كما نشوفها وما نديرش الحيله ما تميلش ما نميلش دوز بلا دروات لا بقوش خير اقرا اي شكون قولوا لي شكون هذا كره حمزه قولوا لي شكون خاطي حمزه طارق خاطي طارق نسيب يانا هو الشيف حمزه الله يبارك الله يبارك قرأوا اسمي واش نقول لك ما نقدرش نعبر لك انت كي طاح اسمي انا يعني كل هذا يدي مكتوبه بالبركه عليك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله رانا كل بعيد ان شاء الله رانا قامو والحمد لله الحمد لله كان عندي شك ذا شك في تارق يعني هو ثاني ما شاء الله ثاني ديريس هذه بلاطو ما شاء الله والحمد لله وفقنا ربي وكل ان شاء الله كي ربحت انا كي ربحوا هما الحمد لله يعطيكم الصحه كي درتوا فيا ثقه وعطيتوني نقاط بارك الله فيكم ودوكا حب نعرف شكون اللي فايز معايا نشوفوا خلي نسيب تتبع علي شاف زهير شاف طارق واحد زوجي سهلة رانا يد واحدة بربي ان شاء الله اللي ضرك ضرني واللي ضرني ضرك ضرك هذيك هي اللي شاف اللي كانوا معايا تارق شاف نسيم شاف زهير ثاني يعطيهم الصحة وربي يوفقهم ان شاء الله وربي قدرنا اكل ان شاء الله دوكا لحقنا الكادو يا حمزة يا بارك عليك عقوبة النجاحات كبيرة إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحة شكر خاص للزوجة تاعي الأولى والعائلة تاعي أكل إن شاء الله صاحبي ثاني نور الدين هاني خليل الزعرورة زكي أيوب أكل والجروب تاعي تاع العرس الجروب الزينه تاعي اكل ربي يعطيهم الصحه كون مشهومه مينيش انا هكذا ثاني والمن ثاني الشكر تاعي خاصه اللي ثاني ثيقين فيا بارك الله فيهم ودك قناه شرق ثاني زدت ثقت هكذا بروحي ثاني دك تخليني نزيد نطلع ان شاء الله في المرتبه ان شاء الله ثاني نمد الشكر تاعي للشرق تاعي العرضه وعليها الكلام ثاني سندتنا في كلش بارك الله فيهم ثاني ما شاء الله ثاني يعطيهم الصحة وربي يوفقهم إن شاء الله يعني الجروب ما شاء الله ربي يعطيه ويرضيه إن شاء الله